مي وبنحركهم. أيوة. بنحرك هذول بمعلقه لاصير الموضوع متجانس. أيوة. يعني سماكته راح تكون وسط، لا راح تكون زي الكوكتيل مثلا، زي تقيل وسط شوي. ايوه لا لا يعني اخف بالصيف لازم اخفف. أيوة. لازم نسبه اللزوجه المي تكون عاليه، المي لازم تكون عاليه. تمام. ف نتركها من 10 دقائق لربع ساعة. كثير من المربيين بيخطئوا بشغلة واحدة أو ممكن بتعاجز أو بتناسى، لازم هذا الأكل يتنقع مع مي من خلال من 10 دقائق لربع ساعة، ضروري جدا جدا. حلو. ليش؟ لأن هاي المواد عبارة عن جافة وبودرة. حلو. فدخلت على المي وما يعني حليناها، ما تجانست منيح، ما تجانست وما أخذت الفترة، لأن هذه البودرة لازم تشرب مي. صحيح. إذا لخيناها مباشرة وشربناها للطير بتصير بالحوصلة زي الحجر، بتلبط. أيوة. صح صح. تجمد بتشد. فلازم تنزل في الطير السائلة. الطير ما بتفيده. صحيح. هي لازم تكون مادة سائلة. تمام. إحنا بنخليها سائلة بس لازم ننقعها من 10 دقائق لربع ساعة عشان تشتغل معنا وتعطينا النتيجة المطلوبة منها. عندنا كمان منتج ثاني اللي هو عبارة عن مقشع للبلغم. ريحته زي النعنع. حلو. ومنتج ألماني طبعاً رائع جداً. فريحته رائعة جدا، هو عبارة عن سائل شفاف. وظيفته بتذوب البلغم بسجل. حلو. الحمام. حلو. ومقشع وبتفتح القصبات الهوائية. حلو. ريحته زي النعناع، ريحته رائعة جدا. حلو. والحمام ما بتكره تشرب منه. حلو. إنه خطأ أمراض كثير من الشباب بقول لك زي ما بسحب سنتي وبحط في المي، هذا خطأ. حلو. بدنا نلتزم بالعيار اللي موجود على العلب دائما وأبدا. فإحنا العيار على اللتر الواحد رح نعطي شحطة واحدة اللي هي جزء، الجزء هذول عبارة عن مقطعين فقط لا غير، جزء. حلو. هاي لرقم واحد على اللتر، على لتر مي. طبعا يا اخوان هاي سرنجة سنتي مش سرنجة كبيرة، هاي سرنجة سنتي كلها. أيوة. لاتها سنتي، يعني انت بتحكي لما بقول لك واحد بتوقع مل صح؟ هي واحد سي سي. ايوة. واحد سي سي يعني في ابرة الانسولين بنعطي منها رقم واحد، شحطة واحدة عشان للتوضيح عشان تكون عارفين اقل كمية. أيوة. عندك هاي السرنجة واحد اثنين ثلاث لغاية عشرة. حلو. كلها تعتبر سنتي. أيوة. كلها تعتبر واحد من، بس احنا بنجزئها بنقول رقم واحد في ابرة الانسولين. حلو. يعني الشيخ بقول واحد سي سي يعني قصده انه واحد بالعشرة. واحد بالعشرة. أيوة. الجرعة الواحد بالعشرة. هاي ريحتها طلعت والله. ريحتها عنانة. ريحتها حلوة كثير. صحيح. ممتازة. فبنحط يعني لو ما يعني مثلا ما عندي سرنجة لو عبينا بقطارة زي هيك. حلو. نقطة واحدة نتيجة علي، عبي لك قطارة زي هاي 10 مل فيها، سعرها دينارين، بتحط بتنقط داخل المشربية اللتر الصغيرة نقطتين فقط لا غير على اللتر. حلو. مدة 3 أيام فقط لا غير، بس ما بنضلنا كل يوم كل يوم بتضيع البلغم، بتضيع الخنة، ممكن تضيع الخنة، بتشيل الخنة وبتفتح قصبات الهوائية للطير، يصير يعني الطير ياخذ نفس عميق مرتاح. تمام. مش الطير قاعد هو مش قادر يتنفس. هاي تنفع بالطيران معنا. ممتازة. ما هو هسع يعطيه وقت بالهواء أكتر يعني. إذا الطير بطير وفي مشكلة بصدره ما بتعب ما بقدر، لازم يكون نفس المجرى التنفس عنده فاتح مفتوح. أيوة. أبو محمد عندنا شغلة ثانية، نيجي لموضوع اللي هو كثير من الشباب اللي حمامهم بتتأذى منه اللي هو موضوع القلاع. أيوة. هذا اللي بدنا. هذا نيجي ندخل أول منتج علاجي حاليا عندنا المادتين هذول. هاي عندنا علبة مضاد فطر نقط عدد 2 زائد ماء 5 أيام. حلو. هاي عبارة زي مشتقات يعني نقربها زي الخل ريحتها أو زي الأسيد. بنسحب السرنج الرفيعة من هاي العلبة كمقدار شوية صغيرة زي هيك نعتبرهم سحبناهم، ما بدناش نفتح عليها لأن ريحتها بتطلع. تمام. فنسحب شوية صغيرة بالسرنجة هاي الرفيعة وبنحط نقطتين بالعدد، هاي نقطة هاي نقطة، هاي برنامج اللي هو بدنا نبلش نعالج. حلو. نقطتين مضاد فطر بالإضافة إلى 5 سنتي مي، 5 مل مي فوق النقطتين 5 مل. هاي ال 5 مل الثانية. حلو. هاي مي لحالها حطيناهم فوقيهم وبنحط عليهم معلقة بودرة. البودرة اللي هي هاي. اللي هي البودرة هاي. أيوة. هاي البودرة بتشتغل على القلاع وعلى الرشح. قلاع هاي قلاع ورشح مع التهاب أمعاء. فيها حلو. ثلاث مواد. يعني فيها ثلاث علاجات تعتبر. ثلاث علاجات. تعتبر. حلو. فيها ثلاث علاجات. حلو كثير. علاج بيشتغل على التنفس وعلاج بيشتغل على الكنكر اللي هو الصفار والتجبن اللي بيطلع بالثم. ومضاد الفطر بيشتغل على الفطريات اللي بتطلع بريحة بثم الطيرة. أيوة. في عند طير يا اخي قاعد هيك بالزاوية او باخذ نفس او بعطي نفس مش قادر يتنفس الطير. صحيح. اول اجراء بدي اعمله
بمسك الطير بفتح ثمه بطلع في صفار في بياض في ريحه بثمه بشم ريحه ثمه اذا طلعت ريحه ثمه يعتبر عندي في فطريات الطير وفي قلاع وفي صفار. صحيح. اذا كان في قلاع بتلاقي العين نفسها امرات بيطلع في تجبن من العين. ايوه يعني صحيح بتصير زي الذره المجروشه بتطلع من العين. او امرات بتلاقي العين مسكره وبطلع منها زي إشي صفار هيك بداخل العين. هاي يعني القطرات ما بتشتغل عليها تقريبا. بنشتغل على دمعة العين في قطرة اسمها ماجيك. في عنا قطرة اسمها هاي ماجيك سحرية. وتاريخها يعني ممتاز جديد. 1/1/2021 انتاجها بتنتهي 1/1/2024. يعني عندك تقريبا ثلاث سنين. ممتاز ورائع جدا والله. انا جربتها على الحمام وطيور تكون عينهم مورمه. هاي لها هيك بنفك هاي شوي من هون وبنصير نقطر. حلو. عيون الحمام سريعه لانها سريعه جدا هاي. حلو. ممتازه وفعاليتها كثير عاليه. سعرها؟ سعرها دينارين. تمام. قطار هاي سعرها دينارين. يعني ما شاء الله انا لحد الان ما شفتش عندك شيء اغلى من 5 ليرات اللي هو تبع السالمونيلا بس. بس هو السالمونيلا اللي هو الكولبري. وعندنا المطعوم، المطعوم لانه هذا لقاح لازم يكون في بالسوق لقاحات كثير رخيصه، في بدينارين، في بثلاث دنانير، في بخمسه وفي بتسعه. صحيح. بس احنا بدنا الماده اللي تشتغل. صحيح. الماده اللي تفيد الحمام، اللي بتفيد الحمام اللي هي المنتج الهولندي. صحيح. اللي احنا ورجيتكم ايش المنتج عليه. هسا نرجع عفوا بس انا صار الموضوع تنقلنا من شغله لشغله. هسا عندنا حطينا نقطتين مضاد فطر، حطينا 5 ملي ماي، 5 ملي ماي ولا نحط بودره ومعلقه بودره زي هاي. هاي هي المعلقه البودره صغيره مره على عيار يعني. هي لها معلقه بنعير عليها. حلو. اللي هي تقريبا زي هيك راح تكون معلقه. تمام. معلقه في المعلقه اللي بتكون في العلبه نفسها. المعلقه اللي بتكون في العلبه بنحط المعلقه فوقيهم كامل كليات كل المواد وبنسكر العلب قبل ما نعطي الطير، لانه في طيور مجرد انك انت ما فتحت العلبه وجيت بدك تعطي الطير الجرعه بتلاقي الطير رفس العلب كبر وقع الدنيا. ايوه. فاحنا شو بنعمل بعد ما خلصناهم زي هيك؟ هي حطينا كل المواد بالفنجان، بالفنجان فاضي طبعا، ما في مواد نحطها بثم الطير مباشره. كثير من الشباب عندهم بيغلطوا شغله بروح حاط البودره بثم الطير مباشره. صحيح. بتعطيك نتيجه بس بتظلها عامله زي بتجبل بثم الطير وبتلزق. صحيح. سحبنا. صح. كل المواد اللي عندنا من الفنجان سحبناهم حطيناهم. هاي التركيز هيك بيفتح. راح يكون هاي هي المواد. هاي سحبناهم ال 5 سم ماي صفت عندنا هاي الخمسه كامله. طبعا انا بشرح موضوع حمام. اكيد. هاي ال 5 مل ماي كامله بفتح ثم الطير. انا اذا كان الطير عامل راسه هيك مطمن راسه لما تحطه بثم لازم تسحبه كامل، تسحب رقبته تخليها مستقيمه. رقبته نازله فاول ما تكبس السرنج هاي راح ترجع المي. ترجع المي. فانا بقدر احط الطير بين جري هيك خلي رقبته مستقيمه بحط برفع رقبته مستقيمه. ايوه. السرنجه والسرنجه لما بدي اعطيها للطير بكبسها مره واحده. يا عيني. اذا بعطيها شوي شوي راح الطير تفهم. صح. فلازم مره واحده. برن عليه بقول له والله شيخ الطير ما استفاد من الكبه. ضربه واحده. لازم ضربه واحده وتخليها مستقيمه الرقبه عشان تنزل المي على طول. تكون مستقيمه 100% زي هيك تكون رقبه الطير وتفتح ثمه. تمام. هلا في شباب بيقولوا لي شيخ هاي السرنجه مش نافعه معانا لانه احنا بدنا نظام بربشه نفوتها للحوصله. هلا في بعض الطيور اللي بكون ثمه ما فيش له ثم اللي بسموه الافطس او القطش. أيوة. طيور القطش. فاحنا شو بنعمل؟ هاي طرف الابره هاي في لها نتف صغير هون بنحطها عن طرف ثم الطير من الجنب. حلو. من الجنب هيك بنحطها بشكل افقي زي هيك وبنكبسها مره واحده بتضل نازل. تمام. ما فيش داعي انا احط له ما راح يقدر الطير يفتحها. من الجنب بحطها بشكل عليها بتضل نازل. في عندنا كمان غير القطره في عندنا مرهم ثاني، هذا ماده بنسلين هولندي برضه. هذا المرهم عندنا ممتاز جدا. في مراهم ثانيه، هذا المتميز يعني في نظافته انه له غطاي حمراء. هذا هو هيك بيجي شكله شيء هيك. شكله هاي شكلها 100%. هاي الشكل الرئيسي اللي بتيجي عليها العلبه. الماده اللي فيه بنسلين معالج للطيور ممتاز جدا. هذول الثنتين انا جربتهم طبعا. هذا لدمعه العين. هذول لدمعات العين. قد ايش سعر البنسلين؟ ليرتين ونص. هاي دينارين. تمام. يعني اثنيناتهم المواد وصلوا للخمسه. تمام. صحيح. ممتاز جدا. هسه هذول هيك هاي الموضوع اللي عندنا برنامج الوقايه. ندخل في برنامج العلاجي. طيب شباب هيك احنا بنوقف، خلصنا من الوقايه والعلاجات المميزه. راح هسه نخش على تجربه عمليه في الطيور عندك تعبانه. صح. صحيح. موجود. خليكم نرجع لكم ان شاء الله في حلقه ثانيه. اعطينا بس على السريع هاي علاجها شو اللي هي السلمونيلا الكبسولات. هلا في عندنا هذا نظام كبسولات
مثلا نعطيها مره باليوم او حسب النشره الداخليه اللي موجوده جواها. حلو. كل علبه لها نشره. حلو. هاي عباره عن كبسولات بنعطي الطير هذا النظام مره باليوم او مرتين باليوم حسب النشره اللي فيها. حلو. للسلمونيلا هذا طبعا. للسلمونيلا لا في عندنا شغله هون في عندنا الاكسترا هذا التركيز العالي اثنين تركي وفي عندنا هذا التركي تمام. هذا البلس وهذا الاكسترا احنا بهمنا التركيز عالي قد السعر التركيز عالي اللي هو الاكسترا دينار ونص وهذا دينار مفيد جدا طبعا كمان. هاي بجميعها معك من جميعها للدود وللمضادات الحيويه كامل كل شيء فيها تمام عندنا 4 بواحد نفس الفكره مضادات حيويه 4 مضادات حيويه هاي عباره عن كبسولات كبسولات كلياتها كبسولات وهاي كبسولات للكانكر برضو تمام هاي للكانكر برضو في كبسولات وفي للرشح سعر الشريط سعر الشريط دينار ونص دينار ونص كله بشكل عام بشكل عام دينار ونص تمام يعطيك العافية يا شيخنا خلاص تمام يعني مع الشيخ رضوان شباب بده يكمل لنا عن حالات عنده فيها مرض بده يفرجيكم شو أمراضه وشو علاجه كمل معنا شيخ هسا عندنا هاي الأمراض هذا الطيور مرض اسمه مرض نيوكاسل شوف يا أخوان كيف أمراض اسمه مرض نيوكاسل هاي الأعراض اسمه تسمى أعراض نيوكاسل هاي الإصابات طلعت لأنه الطيور هاي مش ماخذ لقاح زياتي تمام مش ماخذ لقاح زياتي هاي الطيور مش ماخذة هاي الطيور طبعا أنا من عندي بالعمدن ما أعطيتها لقاح لأشوف نسبة إيش الأمراض اللي قاعدة بتطلع عنا تمام هاي هي لما تلاقي الطير تركز على تصوير شوف الهزة يا إخوان كيف هزته هزة الراس كيف غريبة جدا وبصير الطير رجع راسه لورا هذا اسمه هاي إصابة نيوكاسل حلو وعندك الإصابة الثانية هاي هذا الطير أمراض بصير يلف راسه كامل زي هيك حلو هاي إصابة الطير لف بصير يلف راسه زي هيك هذا برضه من أعراض نيوكاسل علاجه هسه دائما أمراض نيوكاسل بتكون علاجها بيشتغل عليها على مضاد الفيروس مضاد الفيروس اللي هو مضاد فيروس بنشتغل عليها مضاد الفيروس اللي هو هذا بيجي زي هيك مادة اسمها نوفيترال هذا اسمه مضاد فيروس هذا بقتل الفيروس اللي داخل جسم الطير تمام بنعطي منه 4 سنت على اللتر لمدة 7 أيام متتالية أو إذا بدنا نعطي بالحالات الفردية بنعطش إبرة الأنسولين لرقم 3 إبرة الأنسولين لرقم 3 بثم الطير مباشرة بالنسبة لسعر الكميات بالنسبة لسعر هذا اللتر طبعا بصراحة مكلف احنا بدنا الكمية الصغيرة الكمية صغيرة 3 دنانير 3 دنانير زي العينات اللي فرجيناكم اياها اليوم علب 60 ملل تمام هذا اللتر مكلف بصراحة علاجه فعال والله بقتل الفيروس اللي داخل جسمه حلو فإذا الطير كانت وصلت للحالة هاي بكون حالات علاجه صعبة جدا صعبة جدا ولكن صعبة ممكن جداً. تتعالج ممكن مش تاخذ بس بتاخذ وقت طويل بس لو لحقتها بنصها او بدايتها ممكن بالبداية بتعالج تمام. بالبداية بتعالج تمام يعني معناتها هاي مرحلة متقدمة شيخ هذا المرض متقدم هاي مرحلة نهائية نهائية لما بيطلع الطير زي هيك بنصير احنا نعطي علاجات بس العلاجات راح تكون زي ما بقولوها اجتهاديه ومفعولها ضعيف يعني انت يا شيخ عم تحاول على هذول بعد ما تفاقم مثلا المرض وعم تحاول مثلا بالدواء مشان نشوف انه نسبه نجاح صحيح انها تكون قويه جدا ان نحاول نشتغل عليها تمام هاي حالات ولا هاي هذول حمام زاجل عرفت كيف هذا الحمام الزاجل اشرح لنا بالمره عن مواصفات الزاجل بعينك هذا مواصفات الزاجل خلينا نشوف مواصفات الطير الزاجل هذا الطير الزاجل الزاجل الطير الزاجل الاصيل اللي بسموه تمام مواصفات الطير الزاجل جفنه لازم يكون واسع جفن الطير واسع وابيض مش لازم يكون الزاجل احمر حلو ورقبته مش لازم تكون طويله رقبه الطير لازم تيجي قصيره حلو لازم تلاقي الطير تلاقي صدره يكون عريض الطير شوفوا ما شاء الله صدره يا اخوان صدره عريض بكون الطير تمام يعني من دلاله انه لازم يكون زاجل لازم يكون الطير مختوم محجل لابس حجل ايوه طبعا الحجل برمز للسنه اللي انولد فيها الطير ورقم عشوائي للطير واسم البلد اللي موجوده عليها اللي اجى منها وممكن تلاقي كمان عن طريقه صاحب الطير الاساسي ممكن اللي عندنا مواصفات للزاجل الاصيل لازم تلاقي عضله الظهر عنده عريضه كثير وقاسيه هسه غير الشغله هاي لازم يكون ذنب الطير عباره عن ليكون سريع في السباقات ديله لازم مستقيم. يكون ذنبه يكون ريشه عباره أيوة. عن ريشه جاي كله على نفس مستوى الريشه فبدنا نحاول نهز الطير مش لازم الطير هذا الاصيل هذا الزاجل المؤصل الاصيل ايوه لما قد ما نحاول نهز الذنب ما يفرد زي هيك ما يفتح بينما لو طير ثاني بيفتح ديله يفتح ذنبه كامل زي هيك أيوة. هذا الطير
احنا لما نعمل ذنبه هيك لازم يضلوا زي، بس لما الطير اثناء الطيران السريع بسكر ذنبه زي. هسه في طيور بتكون بطيئه بالسباقات، ايش الطيور بتكون؟ بتكون ذنبه لما تمسكه بروح ذنبه على اليمين او ذنبه على الشمال. حلو. هذا الطير بكون عنده تاخير في السباقات عشان بسبب الذيل، يعني بسبب الذيل. ما هو الذيل عباره عن ميزان للطير. حلو. زي ما قلنا لكم يا شباب على النوريات والطباشر، لما بنقول لكم ما ينفعش بانك تمشي حمامك بسلك معك ولكن اخرته يتعب. بتعب. فليش ديله باخره؟ ديله لما بكون ديله خشن باخره. نعم. بينما الزاجل جاي سحبه واحده اذا شفته يا اخوان، وهذا من السرعه بيزود سرعته. هلا في عندنا هذا الطير الثاني برضه زاجل، شوف ما شاء الله الجفن يا اخوان، جفنه حلو، مواصفاته حلوه الطير ما شاء الله عليه. بس في شغله ما عجبتني انا في ذنب الطير. هسه طلع على الطير ذنبه، طلع ذنبه في عنده انحراف شوي على اليسار. ايوه. فهذا هتلاقي الذنب الطير مش اي واحد يلاحظه. انا فكرت انه قصدك بدك تحكي انه ذنبه جاي ريشتين مثلا. لا انا بالعمد نجيب الطير ذنبه دغري 100%، والذنب الثاني في انحراف. هاي ترى اخوان هذا انحراف، في انحراف صحيح، في انحراف على الشمال. ايوه ايوه. الطير لا يغرك جمال الطير، الطير ما شاء الله عليه حلو لكن في انحراف بديله. والطير مواصفته حلو ووضعه ما شاء الله عليه حلو كثير الطير، زاجل اصيل. بس الميزة اللي احنا حبينا نشرح عنها له في ذنب الطير. شايفين يا اخوان ذنب جاي يا اخوان على اليسار. الذنب لما بروح على اليسار اثناء الطيران الطير هذا بتاخر بالسباقات. اها بأخر صح، بأخر. فالطير هذا ما راح يجيب نتائج وسرعه ممتازه جدا. فبوصل، ما في طيور ما بتوصل، كل الطيور بوصل ولكن متاخر. فما بهمكش انك تطلع على سباق بشكل عام. فبالعالي راح طير مطار كش ممتاز جدا بس للسباقات لا يصلح. تمام تمام. يعطيك العافيه شيخ رضوان، نرجع لكم شباب. طيب شباب، ظل عندنا اخر منتج نسينا نقول لكم عليه، اللي هو اذا في عندك فحل ما في كبسه شو علاجه دكتور او شيخ؟ هسا علاج كبسه الفحول هاي عباره عن مجموعه فيتامينات تشتغل على كبسة الفحل تحديدا. يعني مثلا كان عندي انا فحل بصراحة كان شغال منتج ورائع جدا، بعدين الكبسة البيض صار يطلع لي فاضي، مرة صار تطلع بيضة بعدين صار يطلع لي البيض ما في كبسة. فاحنا جبنا منتج رائع جدا اسمه علاج الكبسة. حلو. علاج الكبسة الفحل لكل طير. الطير بيحتاج عبارة عن 1 سنتي 1 مل كاملة، كل يوم نقطتين بثم الطير. حلو. نقطتين بالعدد، كل يوم نقطتين لحد ما تخلص الإبرة. وفي ملاحظة هي إن إحنا قبل ما نستخدم هاي الإبرة، قبل ما نستخدم هذا المنتج، بدي أشرح لكم على فحل إنه إيش لازم نفضي مزبل الفحل. تمام. إلا هذا الطير، كل طير لما نقول لإخوان لازم تفضي مزبل الفحل، على ظهر الطير في عبارة عن حبة صغيرة بسموها المزبن، اللي هي هاي. حلو. هذا اسمها مزبن الفحل. أنا شو بعملها لما بشد منها هون من الجنب، شايفين؟ طلع منه سوائل. هاي غريبة، أول مرة بشوفها بحياتي. هذا اسمه مزبن الفحل. هذا الفحل لما بيكون المزبل عنده محشر مليان سوائل أو مليان تجبنات، أمرات بيطلع زي مادة دهنية. حلو. بيطلع من المزبن زي هيك، بيطلع مادة زي الدهن. حلو. او مادة لزجة هيك بشكل عام بيطلع شيء من المزبن، فلازم اعصره 100%. بعد ما اعصر الطير خلاص هيك مزبن فضينا له اياه، بنصير كل يوم نحط له نقطتين بثمه من المادة هاي لمدة 10 ايام. تمام. لحد ما تخلص الابرة. ممكن لو اعطيته يومين ورا بعض تلاقي الطير خلص كبسته رجعت، ولكن انت اعطيها كاملة. احنا بنكملها كاملة كلها. تمام. في عندنا المنتج الثاني هذا اللي هو فيتامين سي زائد كالسيوم زائد اسبرين. هذا بنعطى باجواء الصيف الحار، اجواء الصيف الحار. حلو. في نسبه كالسيوم، في نسبه اسبرين، وفي نسبه اللي هو مضاد حيوي. كالسيوم اسبرين مضاد حيوي. حلو. الكالسيوم بيعوض الحمام على هشاشه العظام وعلى هشاشه قشره البيض. عندنا الفيتامين سي بخفض درجه حراره الحمام، درجه حراره الجو والجسم للحمام. تمام. الاسبرين اللي موجود فيه الاسبرين بيشتغل على مميع دم. حلو. هاي تركيبة بودرة كاملة ورائعة جدا، بتكفيك تقريبا حوالي من 70 ل 80 لتر مي، سعرها دينارين فقط لا غير. تمام. يعني لو احنا بدنا نروح نجيب من الصيدلية البشرية شريط فوار فيتامين سي راح يطلع لنا فوق ال3 دنانير اغلى 4 دنانير. بينما هاي بتفيدك اكثر، بتفيدك لانها هاي بيطري، هذاك بشري. صحيح. هاي بيطري 100%، سعرها دينارين ورائعة جدا. بالنسبة للسرنجة هاي قديش بتكلف؟
هاي السرنجة نص دينار عندي. نص دينار. أنا هاي السرنجة. يعني يا أخوان كبسة الفحل كثير ناس بقول لي الفحل مش شغال أو الجوز مش شغالات، لعل وعسى ممكن تكون العيب أصلاً من الطيارة من الفحل، فجرب هاي نص دينار ولا إشي يا أخوان. ممتازة جداً ورائعة جداً، منتجاتها كلها أجنبية ورائعة جداً. تمام. فعنا هاي رائعة جداً برضو، نستخدمها 7 أيام متواصل، عليها معلقة بلاستيكية هاي صغيرة. هاي عيار. معلقة عيار تبعها. معلقة مسح على اللتر. تمام. وكل شيء دائماً أي علاج من الشيخ رضوان مكتوب عليه شو تحط. معلقة معلقتين ثلاثة سنتي سنتيين ثلاث، كله مكتوب على العلاج. أنا ملاحظة تلفوني مفتوح لجميع الناس من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل لاستقبال أي واحد عنده ملاحظة أو أي شغلة عنده استفسار على موضوع الأدوية أو العلاجات أو إيش لازم يعطي قبل أو إيش لازم يعطي بعد. أنا بشرح له بدل مرة مرتين ثلاث ليستفيد. كسر الله خيركم هذا الشهر. الأدوية تركيزها عالي. صحيح. أي خطأ استخدامك له في المية راح تضر الحمام، ما راح تستفيد منها. وبالآخر راح تقول والله أدوية الشيخ ما اشتغلت معي. كمان شو بميز علاجك؟ إن مثلا أنا بدي أفوت على بيطري أو محل تبع أعلاف وعنده الأدوية هاي، شو في عندك ميزة بعلاجك؟ مثلا علامة معينة إنك تعرف هذا علاجي. مثلا بدي أفوت، في ناس بفوت بقول لك بدي علاج الشيخ رضوان، بيجي بعطيه أي علاج، فأنا كيف بدي أعرف إنه هذا علاجك؟ عن طريق إيش؟ عن طريق عندي ليبل، هاي ليبل، هاي الليبل الفسفوري، ليبل فسفوري أو إذا كان أبيض يا ليبل فسفوري يا أخضر يا أبيض، المهم يكون اسمي على العلبة، اسمي على الليبل رضوان يوسف مع رقم التليفون بس. بس هذول الأدوية اللي أنا محصورة إلي شخصيا، عشان ما حدا يجي يا أخوان يقول لك هذا علاج الشيخ رضوان بس مش حاط رقمه. لا، هاي يا أخوان هاي، ها عليها عشان ليبل. تكونوا عارفين عليها ليبل اسمه ورقمه. هاي بس خلينا نوضح نركز، هاي اسمه ورقمه. تمام شباب، عشان تعرف انه هذا العلاج من عند الشيخ رضوان. هسه العلاجات اللي احنا قاعدين بنشتغل فيها اخوان، الجميع الصيدليات البيطريه عندها علاجات، موجود كل صيدليه عندها علاجات للحمام وللدجاج ولجميع المنتجات. هلا انا كشخصيا بتميز بعلاج الحمام فقط لا غير، وعندي ما شاء الله موسوعه عاليه جدا في موضوع الطيور والتشخيصات. هلا اي صيدليه بيطريه عندها العلاج. هلا احنا وين المشكله عندنا؟ كثير من الشباب بيقول لك رحت على الصيدلية البيطرية بس أنا ما استفدت. هلا هو ليش ما استفاد؟ ما شخص، لأنه ما أعطى الدكتور الموجود أعطى التشخيص المناسب للحالة اللي عنده. صحيح. ممكن بدخل عليه بقول له عنده طيور تعبانة، طيب بيجي دكتور بقول له في عنده طيور مكان عصير طيور هيك ذبلانة بدي مخويات، بروح بعطيه. صحيح. أنا ما بعطي أي زبون بدخل عندي بيجي بقول عندي طيور تعبانة مكشرة ذبلانة ما بعطيه دواء. أعطيني بالضبط الوصف بالضبط أو جيب لي طير معك. صور البراز، ابعث أيوة. صور البراز على الواتساب، قول لي هاي صور براز الحمام. الحمام فتحت ثمها في صفار بياض ريحة هون لها علاج. صحيح. مش محترم لك الطير إذا كان معاه قلاع فطريات أقول له خذ لك مضاد حيوي ما بيشتغل. ما بجيب الطير معك. لا إما بتجيب للطير معك أشخص لك إياه وأعطيك العلاج المناسب له، وهذا أكبر نتيجة بإذن الله بتكون. يعني مرحلة علاج الطير بكون علاجه بإذن الله 100%. صحيح. أخذ التشخيص الصح وانكشف على هذا الطير. صحيح. فأنا اللي حابب أنوه عليه يا أخوان، بترجى الكل ما حدا فيكم يصل أي صيدلية بيطري يقول له أعطيني مثلا دواء للأمعاء أو أعطيني عندي مشكلة بالحمام بدي تعطيني الدواء المناسب لها. لازم تشخيص، بدون تشخيص لا. صحيح. لازم تبعث لي صورة البراز أشخص لك إيش المرض اللي عندك او ايش الحالات الحمام اللي عندك بتعاني منها. ممكن انت كشخص تقول والله الحمام عندي فيها سالمونيلا، طب هي ما بتكون اعراض سالمونيلا، ممكن تكون اعراضك النيوكاسل اللي عندك. صحيح. سالمونيلا. صحيح. فرجائي من الكل يا اخوان لازم نعطي حمامنا رافع مناعه ومطعوم زياتي هولندي. بدون مطعوم لا تتوقع يوم من الايام حمامك تنجح. حابب حمامك تستفيد منها وكثير حمامك تظلها في احسن صوره واحسن من حمام الناس الثانيه، لازم تعطي رافع مناعه، لازم تطعمها زياتي، ضروري جدا الحمام تاخذ زياتي هولندي. لا تسترخص، اذا استرخصت علبه المطعوم في بثلاث دنانير، في بتسعه، في بعشره، في ب23 وفي ب25، علب كثير انواع لكن مستويات الافضل منها، الافضل اللي هو الهولندي. بدون هولندي عن تجربتي الشخصيه والله ما زرت. تمام. جربت عدة لقاحات والله للأسف باءت غالبيتها بالفشل. أنا موضوعي بشتغل على التجارب، لما مثلا في شركة أدوية بتقولي نزلنا منتج الفلاني بضطر أجيب منهم علبة صغيرة بجرب على الحمام اللي عندنا، لأن أنا مربي حمام.
بجرب على الحمام اللي عندي، اعطاني نتيجه رائعه جدا، فبعتمد الدواء انه هذا بيعالج حمام للامراض المعينه. مش كل علاج بتشتري ناجح لحمامك للاسف. كل واحد عامل حاله دكتور، عامل حاله مربي حمام، عامل حاله بفهم بالعلاجات، بصير بتفوت عليه خد لك الدواء الفلاني، خد لك الزبون اللي دخل عليه المربي ما استفاد. تمام. ما استفاد من العلاجات للاسف، وبدفع مبالغ عليه بالصيدليات بس ما بستفيد. صحيح. اذا بدك تستفيد لازم نحلل صوره البراز، نعرف شو المرض اللي عندك. واسالك اكمل سؤال وانت معي عن التليفون عن حمامك عشان نقدر اقدر اساعدك واعطيك العلاج المناسب لها. اغلبيه الامراض سلمونيلا، نيوكاسل، التهاب امعاء، قلاع فطريات، دمعه عين، هي امراض الحمام. وكلها شرحنا امراض كلها علاجها سهل في مجال ان احنا نعالجها، بس بدنا التشخيص الصح. اذا شخصنا صح اعطينا علاج الصح، بدون تشخيص للاسف ما راح تستفيد. تمام. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم وبارك الله فيكم في الجميع. مشكور شيخ رضوان. طبعا شباب نحن هاي ما اخر زياره على الشيخ، طبعا هذا الزلمه بنك كبير من المعلومات، استعنا طلع على له على السطح ومش سايبينه بحاله. يعطيك العافيه حبيبي.